انا مش عارف لازمتها ايه الشحططه دي كل يوم والله. هنستفاد ايه يعني لما نتعلم المان؟ استحمل كل ده عشان تشتغل. اشتغل ايه؟ ما انا عندي ورشه اللهم صل على النبي. ورشتك ايه؟ انت عارف لو اتعلمت الماني هتاخد كام؟ هيكون كام يعني؟ 14,800. يعني يا جت على ال 200 جنيه ديتي ما تقفلهم 15 وليك الحلاوه. وانا مالي، انا كده كده مسافره. لا حبيبتي، ما عندناش بنات تسافر لوحدها. نعم؟ ده ليه ان شاء الله؟ كره هي كمان الراجل قوي يعني. ملهاش علاقه. لا ليه؟ ليها ايه؟ ما اعرفش بس ليها. احمد ربنا اني جايباك دي كافيه مش حاجه تانية. كافيه مش احنا في درس؟ دي كافيه ده اسم الاكاديميه، كل صحباتي سافروا عن طريقها. خلاص لو عايز تسافري خديني معاك. ازاي انت معاك باسبور اصلا؟ وده بكام ده كمان؟ بكام ايه؟ انت معكش بطاقه اصلا. شش سيحلي بقى، سيحلي في المكان كله ان انا عليها قواضي كمان. يلا عشان نتحمس كلنا. خلاص سيبنا سافر بقى، وهبكلمك سكايب من دويتشلاند. لا لاند يعني؟ مش انت رايحه المانيا؟ صبرني يا رب. يلا ندخل الكلاس بدأ. ايه كلاس؟ ماني مش فاهمها بس حاسسها مش وقت رومانسية بودي بودي. يلا بقى. مش اهلا بيكم في دي كافي اكاديمي. ها ذكرتوا الدرس اللي فات؟ ايوه طبعا. شكلك شاطرة وهتتعلمي بسرعة. ها وانت روح روح الله يسيقك روح. طب عرفيني بنفسك. ايش عايز فريدة؟ ايش بين ناينتسين يا غالت؟ جميل جميل. وانت؟ انا ايه؟ نعرفنا بنفسك. ايش عايز عبود الدمياطي؟ ايش دربين دربين فان فين سن سن 25 سنة من عين اعيان دمياط. انت ما تعرفنيش اغرى انت، ما انا اللي كنت معاك الحصة اللي فاتت.